السلام عليكم. افتكرت ان انا عملت حلقات قبل كده عن كل العناصر اللي لها تحاليل وبتطلب مننا اغلبها زي الكالسيوم وانواعه، اتكلمت عن اسباب زيادته واسباب نقصه، اتكلمت في حلقه عن المغنيسيوم بالتفصيل، حلقه عن البوتاسيوم، حلقه عن الصوديوم، نسيت بقى اعمل حلقه عن الكلورايد رغم ان عنصر الكلور بيتطلب من بعض الحالات كده ومهم جدا فيها ويسهل تشخيصها، وفي نفس الوقت له اسباب معينه لزيادته واسباب معينه لنقصه. تعالوا مع بعض كده في حلقة مختصرة نتكلم عنه ونشوف ايه حكاية الكلور ده. خليكم معايا للاخر. عنصر الكلورايد او اللي بنسميه الكلور، اغلبنا كل معلوماتنا عن الكلور ان هو بيتحد مع الصوديوم فيكون حاجة اسمها كلوريد الصوديوم، اللي هو مين؟ ملح الطعام. اللي احنا دايما لو مريض ضغط مرتفع بنخليه يقلله على قد ما يقدر او يمنعه خالص عشان بيضر، يعني معنى كده ان هو له اهميه مع الصوديوم، هما الاثنين مع بعض عشان دايما بيكونوا مع بعض. من ضمن الاهميه بتاعته ان هو بيتحد مع الصوديوم كده وهما الاثنين يساعدوا في توازن الاسموزيه بتاعه سوائل الجسم، يحافظ على التوازن الاسموزي، مفيش حاجه تدخل ولا تخرج بره كده طول ما الجسم محتاجها، لا تكون بالنسبه الطبيعيه، هما بيساعدوا على ده. كمان هو اصلا الايون السالب اللي موجود بالنسبه الكبرى خارج الخلايا، مكانه اصلا فين؟ بره الخلايا بتاعه الجسم، عشان يساعد على تنظيم الحموضيه والقاعديه بتاعه الدم. طيب تمام. طب النسبه الطبيعيه بتاعته تكون من كام لكام وهو بره الخلايا كده؟ يكون في الدم والسيرم بتاع الدم يعني في التحليل من 95 ل 105 كده ملي المول لكل لتر، ده المفروض المعدل الطبيعي. امتى يزيد بقى وامتى يقل؟ له حالات معينه كده يزيد كل ما زاد معدل التنفس، احفظوها كده. يزيد معدل التنفس امتى؟ لو في مثلا خوف وقلق شديد، لو في كمان حالات تسمم بالاسبرين بتعمل كده، لما بيبقى في حمى شديده بتعلي معدل التنفس نلاقي الكلور عالى على طول. تمام. يعلى كمان في حالات الجفاف، مشهور هو برده كمان ان الكلور يعلى لو في جفاف. كلوريد كمان يعلى في حالات استعمال كلوريد بوتاسيوم او كلوريد النشادر، يعني معنى كده ان في حاجه داخله فيها اصلا كلوريد فبتعلي نسبته في الدم. طيب امتى بقى نلاقي اقل من المستوى الطبيعي في الدم لما نيجي نعمل التحليل؟ حالات ضعف التنفس، قله التنفس، زي مثلا حالات التسمم بالمورفين، زي مثلا حالات مشهوره كده السكر الشديد مثلا المستمر او حالات الاسهال المزمن هتلاقي الكلور اقل. في حالتين مشهورين دايما الدكتور يطلب منهم نسبه الكلورايد، مريض السكر ومريض الكلى، في الحالتين تلاقيه اقل من المعدل الطبيعي. مريض السكر اللي مش متعالج كويس هتلاقيه نسبته اقل. مريض الكلى الفشل الكلوي بتلاقيه اقل من المعدل الطبيعي. تمام. دي اغلب الحالات اللي هو بيقل فيها، وحالات كمان امراض الغده الكظريه بيقل فيها الكلورايد، يبقى بيساعد في تشخيص امراض كتير. ده كده باختصار عنصر الكلورايد. بتمنى لو الحلقه فادتكم تعرفني في الكومنتات، لو لكم اي اقتراحات تسيبوها لي. لو لسه مش مشترك معانا اشترك في القناه لو مهتم بالتحاليل الطبيه والصحه العامه، فعل الجرس عشان يوصلك الاشعارات بالفيديو اول ما ينزل على طول اول باول. بسيب لينكات السوشيال ميديا دايما في صندوق الوصف، انستجرام، الفيسبوك، تيك توك، اتمنى برضو تشاركوني هناك. سلام عليكم.